أظهر مقطع مصور من مدينة غزة الفلسطينية ترحيب الأطفال الفلسطينيين باستقبال أشقائهم السوريين في حال تم، وقد أجاب عشرات الأطفال عن سؤال الصحفي: ما رأيكم باستقبال السوريين؟ نتابع ماذا قالوا. في خبر جديد بيحكي أنه غزة بدها تستقبل 1,000,000 لاجئ سوري، فبدي أعرف شو رأيك في هالخبر؟ طبعا أهلا وسهلا فيهم، هذا يعني زي أرضهم. والله خبر حلو، يعني بنصير اصحاب احنا وياهم، نروح المدارس مع بعض، بعدين احنا بنستقبلهم علشان زينا زيهم، احنا عند الله واحد. نرضى لانهم لاجئين بيتقتلوا، فيجوا هنا احسن ما انهم يتقتلوا ويموتوا. خبر منيح، يعني اهل وسهلا فيهم، احنا شعب كل واحد. يعني انت مع انه نستقبل 1,000,000 لاجئ سوري؟ ليش لا؟ يعني أنا شايف بتبيعوا، وهي البيع خفيف، يعني ممكن لو أجوا لاجئين سوريين وكان معهم أطفال، ممكن الأطفال يبيعوا في الشوارع زي كده، يبيعوا في المفترقات، وممكن ياخذوا مكانكم في الشغل. مش مشكلة، هي الأرزاق على الله. حتى لو أجوا مثلا أخذوا وفتحوا بسطات وفتحوا محلات واخذوا مكانها في الشغل، معلش؟ مش مشكلة، إحنا ما نراعي ظروفهم، هم الله يعينهم، هم في الحرب عندهم. والعرب يا وطاني، من الشام لبغدادي ومن نجد. خليل، بتعرف شو بصير في سوريا؟ قصفوا اليهود وروسيا وهدول. طيب بدي اسالك سؤال، في خبر بيحكي انه غزه قررت تستقبل 1,000,000 لاجئ سوري، فبتعرف شو رايك في هالخبر؟ هو فيش واسع، بس احنا لازم نستقبلهم، واجب علينا نستقبلهم، هم زينا زيهم، هم يعني شعب واحد كلنا احنا من تمنا. اهلا وسهلا، هم كل الدول ما استقبلتهم، مش يعني فيش صدق حنون للدول، فتكون غزه فيه. والله اهلا وسهلا، احنا الاهل الكرام والمسلمين ايد واحده. انت ما عندك مشكله انه نستقبل لاجئين؟ لا، اهلا وسهلا، ويزيدوا كمان عن 1,000,000. اهلا وسهلا فيهم، برحب فيهم. مش مشكلة عادي نستقبلهم، فيش أيتها مشكلة عنا، يعني إنه إحنا إخوة في الدم عادي. جميع أهل غزة غير يفرحوا بهذا الإشي، إنهم سكان عرب ومواطنين زينا زيهم. بيجوا أهلا وسهلا، لأنه حرام يضلوا هيك عايشين على التراب والدنيا برد وإشي يعني. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم وفي المقطع ذاته سأل المقدم أطفال غزة عن إمكانية استقبال الأطفال السوريين الذين فقدوا أهلهم في منازلهم. نتابع أيضا ماذا قالوا. أنت شايف أنه غزة مليانة، يعني غزة من دون هالواسطة زحمة، فما بالك لما نجيب كمان 1,000,000 لاجئ يصير عددنا 3,000,000، فهذه مشكلة، صح ولا لا؟ لا مش مشكلة عادي، كل حد يعني نفر، ما هي غزة كبيرة نبني لهم، يعني بيقعدوا فيهم، ممكن ياخذوا مكاننا في الشغل، ممكن نخليهم يشتغلوا معانا. اول ما يجي عندنا مش حيدور على شغل وقصص زي كذا، اول ما يجي عندنا انه بس ينقذونا. بيحكوا ما هم برضه احنا تعرضنا لحرب وهم بتعرضوا قاعدين يحرب، ما لقوش دخلنا فيهم. حرام مسكين بتقتلوا قاعدين. لا عرب، ايش دخلنا فيهم؟ يعني كلنا اخوه في المسلمين، يعني نستفيد منهم من ناحية علمية طبعاً، ونقوم بالدمج والتعاون معهم جميع الأفكار، طبعاً مننظم مشاريع وهيك بتفيدنا وبتفيدهم نفس الوقت. طب وين ممكن نسكنهم؟ يعني أنت شايف غزة، يعني وين احنا ممكن نسكنهم؟ والله احنا بنعيش الشوارع وهم في الدور عادي. دبنا الطعن هذا من العدو الإسرائيلي الصهيوني الغاشم، كثير حروب، ثالثة حروب متتالية، عشان هيك بنحب انهم يجوا عندنا وبنقذهم الحياة. طب أنا مش عارف، بقول إنه بلاش، لأنه الأكثر من شغلة، لانه انتم شايفه بلا زي ما حكيت زحمه، بعدين انتم مدارسكم مثلا تقول لي في الصف 30 طالب، لو اجوا او 30 طالبه، لو اجوا بيصير في الصف تقريبا 60 طالبه او 70 طالبه، حتصير زحمه المدارس، صح ولا لا؟ لا عادي، يعني لو كتير عادي، لانه احنا كله شعب كامل، كله مع بعض، لازم يكون ايد متحده واشي مترابطه. يعني انت مصره انه نستقبل اللاجئين السوريين؟ طبعا. بالنسبة للصف بطور روحي، يعني بعزوهم كيف، يعني كيف وضعهم، منه بنتعرف عليهم، بنشوف كيف وضعهم، بنشوف حالهم كيف صار، منه نتعلم منهم، بيتعلموا منا. لو مثلا قالوا بدنا نوزع 1,000,000 لاجئ هدول، وخاصة الأطفال، لأنه في أطفال أهليهم ماتوا، وقالوا بدنا نوزعهم هدول على أطفال غزة، ترضوا تعيش طفل عندك سوري يسكن في بيته؟ بعيشه زيه زي أخويا. أخ لهالدرجة؟ لهالدرجة.
ترضى عادي ويسكر معاك وكل شيء؟ عادي مش مشكلة، فيش مشكلة. طفلة سورية أبوها وأمها ماتوا في الحرب، بتسكنيها عندي؟ اه ايه بسكنها معنا إذا كان في صعبة أحط لهم أوضة. اه ما أنا موافق. يسكن عندك في البيت يعني؟ اه زي ما الرسول استقبل مهاجرين والأنصار بالمدينة. اه برضه عادي زي كأنه أخويا. أنا مستعد أنام في الفرشة تحت وهو على التخت يا أخو. ينضم إلي الدكتور يوسف أبو حميدان أستاذ تحليل السلوك التطبيقي في الجامعة الأردنية عمان من هناك، والدكتور أيمن أبو هاشم رئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين من غازي عنتاب أيضا عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور أيمن أبو هاشم، يعني من خلال اللقاء الصحفي اللي شفناه مع أطفال غزة يبدو بأنه السياسيين واتجاهات السياسيين لم تؤثر على أطفال فلسطين، تعليقك؟ بدون شك ما سمعناه الآن، أطفال غزة يصدحون بمشاعر أخوية صادقة تؤكد وحدة الدم والمصير التي تجمع الفلسطينيين بالسوريين. فعلا هي مفارقة مؤلمة، كنا نتمنى أن يرتقي وترتقي القيادات الفلسطينية إلى حجم مشاعر وحجم المسؤولية التي يتعامل فيها أطفالنا في قطاع غزة مع مأساة إخوتهم في سوريا. وهي رسالة لكل العالم العربي، لكل الحكومات والشعوب العربية، أن إغلاق حدودكم في وجه اللاجئين السوريين هذا معيب، وهذا مشين بحق العرب جميعا، أن يضطر اللاجئ السوري إلى الذهاب إلى أوروبا وأن يقطع البحور من أجل الوصول إلى الأمان هناك في تلك الدول، علما أن لديه محيط عربي كان الأولى والأبدى أن يقوم بواجباته ومسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين أيضا، واتجاه أيضا الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا والذين يعانون أيضا نكبة ثانية على يد نظام الإجرام الأسدي وإيران وروسيا. هذه الرسالة الفصيحة البليغة التي يقولها أطفال غزة تعبر فعليا عن ضمير حي لهذا الشعب الذي لم يستطع كل الأداء السياسي الفلسطيني الرسمي والفصائلي الهابط والمتردي. مفارقة مؤلمة فعلا أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في طهران قبل أيام لتحتفي بذكرى الثورة الإيرانية التي نظام الملالي في إيران يقتل الشعب السوري، وفي الوقت نفسه نسمع هذا الكلام، هذا النبض الحي الذي يعبر عنه أطفال غزة ويؤكدون أنهم حقيقة منتمين إلى هذه الأرض، إلى هذه الأمة، إلى هذه الشعوب، وبأن علاقتهم بإخوتهم السوريين علاقة صادقة حقيقية. طيب لا يعتريها أدنى شك بوحدة النكبة، وحدة المعاناة، وحدة الألم المشترك. سؤال له التحصين كيف بيكون بالنسبة للطفل؟ تحديدا الطفل لما بيكون في قياداته الفلسطينية بمعظمها اتجاهاتها هي ضد إرادة الشعوب بالمجمل، وأيضا هي بنفس الوقت عاملة حالة أنه هي حاملة هم هذا الطفل الفلسطيني، كيف عم بيتم تحصين هذا الطفل من أنه يتبع نفس الاتجاهات اللي عم بيشوفها من قياداته؟ لأنه الحقيقة من انتصر على الصعيد الوطني والشعبي والأخلاقي الفلسطيني هي الأسرة، هي الهوية الوطنية، هي الذاكرة، هي المشاعر الصادقة، هي التجارب والامتحانات الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطيني. تصوروا في قطاع غزة كل مساحته 360 كيلومتر مربع وفيه أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وتعرض خلال 6 سنوات أخيرة إلى 3 حروب إسرائيلية، وهو للأسف محاصر أيضا من دولة عربية شقيقة هي مصر. كل الظروف هذه المأساوية لم تؤثر فعليا على صوابية الرؤية لدى الطفل الفلسطيني وصوابية الإحساس الشفاف العميق الذي ينظر إليه إلى مأساة السوريين. هذا دليل كبير على أن الأداء السياسي الفلسطيني الرسمي كما قلت والفصائلي لم يؤثر، لم يغير من طبيعة هذه المواقف. أنتم تعلمون الأطفال الآن هم يتحدثون من غزة، وهناك مواقف تصدر عن قيادة حماس من غزة، بصراحة كنا نتمنى فعلا أن تعبر عن هؤلاء الأطفال وليس أن تجامل قوى إيران وغيرها التي تناصر الاستبداد الأسدي. كان يفترض فعليا أن تكون هناك مواقف حقيقية تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني. وأنا أقول حتى يعني هذا موقف أصلا يضعنا أمام كما قلت مفارقات مؤلمة. قبل فترة أيضا حركة فتح تقيم لها مهرجان في وسط دمشق في وسط عقر الجلاد الأسدي وتحت راياته وصور
رموزه في الوقت صحيح. الذي نسمع كلام من أطفال غزة يقول العكس تماما ويقول نحن مع الشعوب ولسنا مع أنظمة الاستبداد. هذه هي البوصلة الحقيقية التي تجمع ما بين فكرة المقاومة الاحتلال وفكرة الحرية. هناك بعض الفصائل تريد أن تقول لنا نريد مقاومة مع إسرائيل على حساب فكرة الحرية. اليوم تنتصر فكرة الحرية، فكرة الإخاء، فكرة المشاعر الحقيقية التي تجمع المنكوبين مع بعضهم البعض صحيح. وبالتالي هذا هو الموقف الأصيل الفلسطيني الذي أنا أفتخر شخصيا بانتمائي إلى هذا الشعب نعم. وإلى هؤلاء الأطفال الكبار. نعم دكتور أبو حميدان، يعني حديث الطفل عموما هو بيكون عبارة عن انعكاس لجو الأسرة بالمجمل، اتجاهات الأسرة، رأي الأسرة، كثير واضح من خلال هذا الفيديو اللي شفناه بأنه في توجه مع الشعب السوري بشكل كامل على عكس القيادات الفلسطينية. إذا بدنا نحكي عن الطفل بالمجمل لما بيكون عنده صيغة الحديث بهذا الشكل، في وعي كبير، في وعي سياسي، في وعي أكبر من عمره، هل هالشي مفيد برأيك ولا لا؟ بداية مساء الخير عليك وعلى الأخوة المشاهدين. أود أن أخبرك بأن الأطفال في غزة شأنهم شأن الأطفال في سوريا، قد تعرضوا إلى القهر والجوع والضرب والألم والمعاناة، الوضعين متشابهين تماما، فهناك ألم ومعاناة، وأكثر ضحايا الحروب والكوارث غالبا هم من الأطفال والشيوخ، وأكثرهم عددا دائما الأطفال. أطفال غزة مروا بهذه المعاناة في ثلاث حروب متتالية، وهناك شيء نسميه في علم النفس بالتعاطف empathy، يعني بمعنى آخر أن نشعر بما يمر به الآخرون ونظهر مدى اهتمامنا وتعاطفنا في ذلك الموقف. الأطفال هناك يتكلمون من واقع المعاناة بما شعروا به، فهم لا يريدون أن تستمر المعاناة لدى الأطفال السوريون، فهم يدركوا تماما أن هذه لم تأتي من خلال التنشئة الأسرية فقط، وإنما من واقع التجربة التي عاشها الأطفال هناك. المعاناة سلوك نفسي يظهر فيه الطفل مدى حصوله على خبرات مؤلمة لا يود الآخرون أن يتعرضوا لها. أهم من هذا الأمر أن هناك تجربة في علم النفس مشهورة، عندما قاموا في وقت طعام الأطفال قاموا بإسماعهم أصوات لطفلين يبكوا من الألم، توقف بقية الأطفال عن تناول الطعام تعاطفا مع الأصوات التي سمعوها. هذا يدلنا على أن التعاطف سلوك، يعني الغريزة إنسان. البشرية هي بالفطرة إيجابية وإنسانية، بس يعني على الكبر يمكن نعم. المحيط ولا كل الأمور المختلفة هي اللي بتأثر. هذا كلام صحيح، يعني مثل ما قال جان جاك روسو، قال إنه الإنسان في طبيعة خيرة والحضارة هي التي أفسدته، وهذا ما نحن فيه الآن. أطفال يعانون ويتألمون ويحرمون طيب. من مدارسهم. طيب صحيح، أسألك سؤال دكتور أبو حميدان، إنما لمصالح خاصة. لما شفت هذا الفيديو تذكرت الفيديو، ما بعرف إذا حضرتك شفته، كان لطفل لبناني كان والده عم يخليه يقتل، يضرب بخشبة أو بحديدة ولد تاني، طفل تاني سوري كان، وكان عم بيصور، ما بعرف إذا شفت هذا الفيديو. نعم. السؤال هون الفرق بالسلوك، والله يعني شفته وألمني جدا. نعم، ليش في يعني هل نعم. إنه فقط الشعور بالمعاناة نفسها هو اللي بيخلي هذا الإحساس بالآخر، ولا هديك هذا الطفل اللي شفناه هو حالة خاصة، يعني هو كان طفل صغير وعم يضرب الطفل السوري بطلب من والده؟ يعني بالتأكيد بالمثال اللي أنا ضربت لك إياه مثلا، ما حدا خبر الأطفال هذول أنه يوقفوا عن تناول الطعام عند سماع الصوت يعني. وبالتالي يعني هم هؤلاء الأطفال بالتأكيد أنه لا شك أنه التنشئة الاجتماعية بتلعب دور في تدريبنا على السلوك الإيجابي، ولكن أيضا هناك طبيعة خيرة فيهم، ونحن إما أن نوجهها نحو الشيء أو نحو السلوك الإيجابي القيم، وإما أن نوجهها نحو السلوك السلبي الهادم. وما شاهدناه بالفيلم الذي كان الأب يحرض طفله على ضرب الطفل السوري،
الطفل هذا كان يعني يتلذذ لأنه في تعزيز من الأب وتشجيع من الأب أنه إذا ضربته أنا معك وأنا بأيدك، ولذلك تعلم هذا الأمر وأفسد الطبيعة الخيرة في هذا الطفل. صحيح. شكرا دكتور يوسف أبو حميدان، أستاذ تحليل السلوك التطبيقي في الجامعة الأردنية من عمان، وأشكر دكتور أيمن أبو هاشم رئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين من غازي عنتاب. نختم حلقة اليوم بتقرير من حي الوعر الحمصي يتحدث عن تجربة الحكم الدولي محمد مخزوم وطموحاته في عودة الرياضة والحياة من جديد إلى المدينة. إلى اللقاء. رغم الحصار والقصف يصر الحكم الدولي ولاعب كرة القدم السابق محمد مخزوم على ممارسة معشوقته داخل المستطيل الأخضر، سواء كحكم للمباريات التي تقام في حي الوعر الحمصي المحاصر أو كمدرب للاعبين المنشقين عن النظام، حيث نظم أبو الوليد أكثر من دورة كروية. نحن أطلعنا ثورة سلمية سورية ونشقينا عن النظام واعتقلنا نحن بمعتقلات نظام 6 أشهر وبالأفرع الأمنية، وفصلت من الوظيفة وجيت لهون على الحي الوعر المحاصر، وكان لابد أنه ننشئ ونزرع جيل ناشئ من الصغار ندربه ليكون نواة بالمستقبل لنوادي الأندية السورية، إن كان وسبي ولا إن كان كرامي ولا إن كان منتخب سوريا إن شاء الله، وعندنا من لاعبين إن كان بالوسبي ولا بالكرامي بشكل عام لحمص، لحمص العادية من أفضل لاعبين ومشاريع لاعبين بإذن الله بدهم يصيروا من أحسن لاعبين بالمستقبل إن شاء الله، وجاهزين بعد ما تحقق الأمان إن شاء الله عنا ويرجع الأمن والأمان لهالبلد إن شاء الله. الحكم الدولي الذي تعرض للسجن على يد النظام مرتين يشكو من قلة الدعم الذي يصل إليهم من الهيئات الرياضية المعارضة، ولكن رغم كل هذا يقوم بواجبه لتطوير الأداء الكروي وتنمية مهارات اللاعبين حتى إسقاط النظام وتشكيل رياضة حرة. وأبو الوليد كله أمل أن يحكم حينها المباراة التي ستقام بين ناديي الكرامة والوثبة الحمصيين. نحن رح نستمر بحي الوعر المحاصر حمص العادية بالرياضة ونوصل صوتنا بإذن الله عز وجل رغم الحصار، وحتى لو رجع الأمن والأمان نرجع لسوريا الأمويين لحمص العادية خالد بن الوليد، ونرجع سيدنا خالد ونكبر بإذن الله عز وجل، ونرجع لملعب بلدي أول مباراة بين الوسم الكرامي وبدو يحكم الكابتن أبو وليد بإذن الله. أهالي حي الوعر تفاعلوا مع أبو الوليد الذي كان له الدور بتخفيف عبء الحصار عنهم من خلال الرياضة، كما أن بعض اللاعبين الذين كان محمد مخزوم يدربهم قبل الثورة ما زال يدربهم حتى الآن. كابتن بولي من أحسن المدربين هنا عندنا بحي الوعر، وهو اللي أنشأني أنا وصغير ولعبت نادي الكرامي معه، وهلأ راح نستمر أنه نلعب معه بحي الوعر. الرياضة في المناطق المحاصرة ليست فقط للياقة البدنية والترفيه، بل هي أيضا نوع من التنفيس عن ضغط الحياة وصعوبتها، على أمل فك الحصار والعودة إلى الرياضة بشكل طبيعي.